ورحمة الله وبركاته. قبل ما نشتغل شغل في البيم لازم بنعمل حاجة اسمها EIR، كانت في البي اس 1992 كان بنسميها الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي هي متطلبات المالك. في الايزو 1950 غيروها خلوها اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت. تقريبا مفيش فرق كبير، هي نفس الفكرة كلها اللي هي ازاي هنتبادل معلومات والشكل بتاعها ومستوى التفاصيل الموجودة ومستوى التعلومات والمواعيد التسليم والحاجات دي كلها، تمام؟ فهي بس اي اي ار هي. طيب الاي اي ار عشان نعملها بنحتاج ان احنا يكون عندنا الاو اي ار اللي هي متطلبات المنظمه بتاعت المالك، ويكون عندنا البي اي ار متطلبات معلومات المشروع، بنتفق على المعلومات الخاصه بالاصول او الملفات اللي هنسلمها في كل المشروع دوت خاص بالمشروع دوت اللي هو البي اي ار اللي هو بروجكت انفورميشن ريكويرمنت. عندنا برضو مصطلح تاني اللي هو اي اي ار اللي هو اسيت انفورميشن ريكويرمنت اللي هو الشركه اللي هتدير المبنى لما يخلص ايه المتطلبات اللي هي عايزاها. فانا بستعين بالاو اي ار والاي اي ار والاي والبي اي ار قبل ما اشتغل على الاي اي ار اللي هي اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت لو انت بتتكلم على ISO 1950.